اللي بتهرب بيها من حاجه مضايقاك؟ العب كوره، اتفرج على ماتش ريال مدريد اهلي، الحاجه دي كفايه اللي تخليك سعيد اليوم كله. بسمع اغاني او بنام كتير. بسمع اغاني ممكن، وممكن اقعد اعيط، ممكن اكل، بخرج، بروح عند عمتي، عند سماح لسه كانت معاكم. بسمع اغاني، اتكلم مع حد مثلا وفضفض له. يعني ساعات بقرب من الناس كلها وبعتذر عن الدنيا كلها وببقى في اوضتي وما بحبش اخرج لاي حد. الاكل، بروح اقعد عند خاله، بخرج انا وجهات صاحبتي، باجي الجامعه هنا، برقص، بصلي، باكل. مثلا لما يكون واحد متضايق فبروح يصلي عشان خاطر ربنا يفرج عليه وما يتضايقش. يعني بلعب حاجه بحبها، كوره بقى، بلاي ستيشن، ما بعرفش العب والله بس بلعب، برضه بلعب وبخسر والله، بخسر كتير قوي.